مشكله مع السرير هنزل. المره اللي فاتت احنا خدنا يعني لو عندي دالتين ولو عندي في الاول عندي دالتين واحد وفي اثنين لو انت موصولا لو الفتره بتاعتك مثلا توجيه فخدنا قلنا لو التكامل من ال بي واحد وفي اثنين بي اكس بيساوي صفر بنسموه مقصود. لو النور تحت كل واحد بيساوي واحد نور والنور هنا بيساوي واحد يبقى هنا ايه؟ ابسوط نورمال. يبقى دول ابسوطنال ودول ابسوط نورمال. ماشي. طلع خدناه المره اللي فاتت. وخدنا كمان لما يكون عندي واحده ما قداش زي النور باي بتساوي صفر. ودي قلنا عليها ايجين فاليو بروبلم اللي احنا بنسميها ايه؟ شورت ريفيو بروبلم. طيب وهنا مثلا الشروط ايا كانت الشروط بقى انيشال ولا ايه باوندري مش هتفرق. المهم هنا كنا بنحل بنجيب ايه؟ بنجيب ده ايه؟ لندن. لندن دي ايه اسمها ايه؟ ايجين فاليوز. والواي اسمها ايه؟ حل بقى هنا اسمه ايه؟ واي ان. واي ان دي هي ايه؟ ايجين فاليوز. قلنا لندن دي عدد ملايين من الحلول ماشي بس لازم تكون لندن. ممكن لندن تكون صفر بس الواي ما تساوي صفر. ممكن الواي لا تساوي صفر بس لندن الواي تساوي صفر ما ينفعش. يبقى اللي ينفع عندنا ايه؟ لازم الاساس بتاعنا لازم واي تساوي كلها ايه؟ كلها قيم. وده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. تعالى بقى نتكلم النهارده ازاي على التقرير اناليسيس. بنتكلم على التقرير سيريز. لما يكون عندي داله وعايز امثلها بتقرير سيريز. يعني ايه؟ التقرير سيريز ده اللي هو مفهوم صغير. طيب بس الاول لازم نكون عارفين شويه حاجات كده. الوقت الاول لما يكون عندي داله ازاي الداله مثلا من الرسم اهي؟ داله ايه؟ من الرسم بعرف ان هي داله ايه؟ داله فيديو. في الكهرباء. اما هنا ممكن من الرسم اهي. ممكن من الرسم اهي. اهي. دي سته، دي ثلاثه، دي سته. دي ثلاثه، ودي ثلاثه، اهي. خلي بالك. ده رسم. دي الداله بتتكرر اهو. طيب. طب تكرر هنا البنوك كام؟ نقطة البداية كام؟ نقطة البداية أهي أهي نقطة البداية أهي بتتكرر ولا ما بتتكررش؟ بتتكرر يبقى نقطة البداية يبقى ديت ده كله ده اسمه إيه؟ ده البنوك. طب هنا نقطة البداية وأهي بس ما بتتكرر أهي يبقى هنا البنوك كام؟ ده بست. طب افرض أنا بلبس بس البيبي ده كام؟ وهيدين داله مثلا اي قيمه اهي اكس بيس اي حاجه اهي ورقه كتبت لو اف اكس زائد دي بتساوي اف اكس خلاص يبقى كده ايه؟ ودي واخدينها قبل كده دي واخدينها في الترم اللي فات لما كنا بنشرح ايه؟ لابس اهي يبقى الداله هنا تتكرر عشان الشرطه يبقى عرفت ان الداله ايه؟ بريم. طيب عايز اعرف ايه كمان؟ عايز اعرف ان الداله لو ايفن في ايفن بتدي ايه؟ ولو الداله ايه؟ فوق بتدي اوضه. ولو الداله اهو فوق بتدي ايه؟ ايه؟ كانك موجب وسالب. موجب وايه؟ موجب وسالب. خلي بالك. طيب. في ايه تاني؟ في تكامل من ناقص العدد لموجب العدد. يعني من ناقص دي كده اف اوف اكس دي اكس ايه؟ دي بتساوي تصاعد تاني هو صفر. لان ما بتحملش دي التكامل. ولو واخدينها في اعداد ده امتى؟ لو اف اوف اكس اوف وده لو انت اف اوف اكس بتساوي ايه؟ ايفن اهي بس خلي بالك يبقى احنا دلوقتي عرفنا الداله ايفن وايه؟ عرفنا ازاي بتبقى في الدنيا وعرفنا ايه؟ الداله ايفن في اوضه وايه والكلام ده في ايه تاني لازم اعرفه؟ في ده صين ان اوضه كل ما بنقل حسب هتعرفها كده بس وصين اتنين ان اوضه مش مسلم وكوساين ان غاي بتساوي كام؟ بتساوي سالب واحد اوف سين. طيب ماشي. طب وهنا ايه؟ اذا كوساين اتنين ان غاي بتساوي كام؟ بتساوي واحد. طيب الكلام ده لازم نعرفه. وخلي بالك ايه كمان؟ الرسومات. انا مش عايزك تفكر برسوم ثلاث كوبايات. ادي اكس وادي المحور بتاع الورقه. دي
دي ايه؟ دي ايه؟ دي واللي بتساوي ايه؟ اكس. ماشي. طيب هنا واللي بتساوي استني. طب وهنا؟ هنا ايه؟ اكس بتساوي تربيع. ماشي. طب وكمان خلي بالك اهي هنا كمان بص ادي اكس ونور ده ايه؟ ده منحنى يوز اكس. طب وده ايه؟ اهو ده منحنى ايه؟ لين اكس. طب وده اهي ده ايه؟ طب وده بتساوي اكس تبعي. طب كمان اهي ده كوشاين كوشاين كده ده اللي انا عايز اعرفه. اه وكمان أكتر من كده مش عايز أتكلم، تعرف حاجة، هتقول لي طب السؤال خليك بس هتقول لي إيه مش عارف، مش عارف أنا مش عايز أقول السؤال ده إيه بس، أما طبعًا أنت لو حافظ التوالي كلها وعارف الأسئلة بتاعتها يبقى إيه حاجة كويسة، أما اللي مش عارف إحنا بنقول الحاجات دي بس كانت هنتكلم. طيب هنتكلم على الفورير سيلز أهو. أنا عندي دالة بريودية نازل والبريود بتاعها بيساوي الدمار والفترة بتاعتي ده بتساوي الدمار يبقى أنا هي حدد إيه؟ حاسس إن أنا عارفه عارف إيه؟ دالة بريودية بريود بيساوي الدمار الفترة بتاعتي بالمناسبة إيه؟ دمار خلاص أعمل إيه؟ يبقى التمثيل بتاعي أهو عايز أمثلها بقى أقول إن إيه سوبر إكس بيساوي إيه نوت على إيه؟ زائد سمرشن من إيه بيساوي؟ واحد كمان انت قايل ايه ان كوساين ان اكس زائد بي ان ساين ان اكس خلي بالك معايا بس اهو. طيب هنا ايه كوساين وساين ركز معايا بقى كده. طب الايمان بكام؟ نسال واحد على بعض ده كان بالمناسبه ايه بعض اف اوف اكس اهو اكس. طب والبين الان الان بتساوي واحد على بعض ده كان بالمناسبه ايه بعض F of X كوزاين إن إكس إكس أهي والبي إن بتساوي واحد على بعض أكمل مناسبة لبعض F of X ساين إن إكس إكس أهي ركز معايا ده اللي عايز سعادتك تحفظه وحفظهم سهل حفظهم إيه؟ أهي يبقى أي دالة كده لازم تكون إيه؟ بريودك والبرد بتاعها بيساوي كام؟ 2 بار والناقص ايه؟ والناقص باي لبار ده اللي احنا واخدينه اهو وقانون هتكتب ساعتك في القانون والثلاثة ده هم بس اللي هجيبهم مش هجيب أكتر من كده. طيب بص بيديلك يا سيدي بيديلك مثال ويقول لك ايه؟ ركز معايا اف اوف اكس بيساوي صفر و باي على ايه؟ اكس على 2 اكس على 2 في الفتره بين ناقص باي لصفر ومن صفر لايه؟ لباي اهي وطالب من سعادتك ان انت تجيب له واحد هات لي الفورير سيريز ده اللي قدامك ايه؟ ماشي اثنين عايز يثبت ايه؟ يقول لي اثبت كمان ان باي تربيع على 8 بتساوي 1 زائد 1 على 3 تربيع زائد 1 على 5 تربيع زائد 3 الاخر. طيب خلي بالك هو هنا ما قاليش الداله زاويه بريودك ما قاليش ان الداله ايه؟ بريودك طالما قال لك هات لي الفورير سيريز يبقى الداله مقابلها ايه؟ بريود طالما قال لك ايه؟ قال لك هات لي الفورير ايه؟ فورير سيريز يبقى الداله مقابلها ايه؟ بريود يبقى خلاص اشتغل بقى على بريود. طيب هنا الفتره من كام؟ من ناقص واحد اهو ابويا لما هو عاملها لي اهو ودي الفتره بتاعها داله بريود البريود بتاعها بيساوي كام؟ من باي يبقى هنا من كام لكام؟ من ناقص واحد اهو اشتغل عليها. طب ودي؟ ركزوا على دلوقتي.
مالكش دعوه بيها. هل الناس بتقول ايه؟ صح. وبعد كده هنشوف هنتصرف فيها ازاي. ركز كده معايا؟ اهي سيبك مني بقى. تعالى بقى ليه؟ هتقول لي هاخد القانون، هاخد عليه ولا غلط؟ لا. طب مكتوب ليه؟ لازم مكتوب. طيب هاخد القانون ده كابتن القانون؟ اه اه. اف اوف اكس بتساوي ايه نون على اثنين زائد صفر من ان بتساوي واحد لما لا نهايه اهي. ايه ان وزايد ان اكس زائد البي ان صايد ان اكس اهي. طب الايه نون؟ بتساوي واحد على الله والتكامل من نقطة واحد لبعض. ركز معايا اف اوف اكس دي اكس. بص لما انا اخبط هات التكامل ده بتكامل ايه؟ التكامل من ناقص فاي لصفر لصفر، والتكامل الثاني من ناقص فاي لايه؟ من صفر لكام؟ لبار. يطلع كام؟ يطلع كام يا سيدي؟ يطلع باي على اربعه اهي، باي على اربعه. يبقى احنا هنعمل كده اهو، هيبقى كده اهو، خلي بالك اهي من ناقص فاي لصفر زائد من صفر لايه؟ لباي. طبعا انتوا ايه؟ ما تعرفوش تعملوا الكلام ده اهو. دي اكس ودي صفر ودي اكس على اتنين. هيطلع في الاخر بقى على ايه؟ على اربعه. ده اللي انا عايزه. ده اللي انا عايزه. طيب ركز بقى معايا التانية. عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب ال ان 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 اهي. ال ان بتساوي واحد على ضرب تكامل ناقص فاي لباي. تاني هيبقى اف اوف اكس. اف اوف اكس اللي هي كام؟ اف اوف اكس هي كابتن القانون عشان ما نغلطش اهو. طب لما اجي اعوض هيبقى رايك واحد على بار من صفر للبار. هتقول لي هنا كام؟ يبقى اكس على اتنين كوزاين ان اكس اكس. تعملها ايه؟ اهي تكمل تعملها ازاي؟ هيبقى اكس على اتنين يبقى كوزاين ايه؟ ان اكس. ده نص وده صفر. ده ساين ان اكس على ايه؟ وهنا كوزاين ان اكس على ايه؟ نرجع بس ليه؟ في النقص. هنا موت. هنا سالب. خلاص كده تطلع كام؟ اهي. يبقى الاي ان بتاعتك كام؟ الاي ان اهي. الاي ان يا باشمهندس تطلع واحد على واي اهي ناقص واحد. الاي ان ناقص واحد اهي. على كام؟ على اتنين ان تربيع. ده اللي انا عايزه اهم حاجه. وده اهو مين هو؟ طيب اجيب بقى كمان ايه؟ الايه؟ الدي ان اهو. بي ان ده خلاص هجيب البي ان. البي ان هنا اهو اهي البي ان. وبلا معنى دي الصغير اعملها ايه؟ صغير. خلاص خلص يبقى صغير ان اكس. اكمل اجي اعوض بقى لو من صفر لبار هتبقى اكس على اتنين وهنا صغير ان اكس دي اكس. يبقى ليه؟ هنشد اهو تكمل اهو اهو هيبقى هنا اكس على اتنين وهنا صايم ان اكس ده يتفاضل اهو. وده يتكامل يبقى صايم ان اكس على ايه؟ على ناقص بي. وهنا صايم ان اكس على ناقص بي تربيع. ركز يا بيه ده هو ده سالب ماشي. اطلع ايه؟ اطلع بقى البي ان. اطلع البي ان اهي. البي ان بتطلع هناك بتساوي تساوي كام؟ سالب واحد ان زائد واحد على كام؟ على 2 ان. طيب بص انا عندي بي ان وعندي الاي ان وعندي الاي ان خلاص ما عادش عندي مشكله. امال انت ايه؟ حط القانون. قانون تاني؟ اه اللي انت كتبته وانت هتاخد عليه درجات هتبدا بقى تاخد درجات. هذا كده فيكس ايه نون؟ اهي على 2 والله على 8 زائد صمش من ان بتساوي 1 في 8 فين الاي ان؟ اهي هتبقى 1 على بار سالب 1 في ان ناقص 1 اهو على ان ان تربيع مضروبه فين في الكوزاين؟ ان اكس اهي نمسح ماشي زائد اهي زائد هو صمش زي ايه؟ زائد هيبقى ايه؟ هيبقى سالب واحد سين زائد واحد على اثنين اكس ساين ان اكس اهي. ده كله ايه؟ اهو هو ايه؟ هو صمش. ده التوريد طبعا ساعتك لو قلت اي واحد يقول لك راح يبقى لازم اجيب اتاكد ان دي نقطه صح
هتاكل البي ان صح، هتاكل الاي ان صح. عملتها، جبت المطلوب الاولاني اللي هو كان طالب ايه؟ كان طالب الفورنسي الاسترالي. طب تعالى بقى نوصل للتاني، التاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي اثبت، اثبت ان بايتر بي على 8 بتساوي تساوي ايه؟ 1 زائد 1 على 3 تربيع زائد 1 على 5 تربيع. احنا الناس نفهم نعمل ايه؟ هتقول لي هنا الداله ايه؟ احد احد ناقص باي لباي اهي طيب الداله احد ايه في وصوله الكاد؟ اهي ايه في وصوله الكاد؟ خلاص طب ايه يعني ايه المشكله؟ دي المشكله بتاعتنا لا مش المشكله بتاعتنا المشكلة بتاعتنا ان انا عايز اطلع البيت ده اهو زي ايه يكون زي ايه يكون ده موجود من ده طب خلاص خلي بالك بقى ابص هنا هنا تربية تحت المفضل ليه سبب تاني بيسميه امال ايه يسمي ايه التربية ده طيب انا عايز ايه قلب ده ما نتفكر كده قلب ده طب ازاي احط ايه سيب كام صفر لما احط اكس صفر اهو اكس صفر هيبقى سان صفر كام يبقى الكم ده راح ولا ما راح؟ راح يبقى قال ايه؟ ركز معايا اهو اهو ركز معايا هنا لما احط هنا ايه؟ هنا كام؟ هيبقى صفر خلي بالك هنا صفر هيبقى هنا عباره على ايه؟ زائد سمشن من اللي بتساوي واحد يبقى ركز يا بيه هيبقى هنا واحد ولا واحد ماشي وهنا سالب واحد اس ان ناقص واحد ماشي وهنا كام اثنين على اثنين تربيع بس كل خلي بالك بقى الكوزان صفر كام هو ايه؟ واحد يبقى قال ايه؟ طب ده اعراب كده تقول لي سهل طلع بره تبقى ناقص تبقى ميه على اثنين ماشي وهنا صمش اللي بتساوي واحد في بلد ثاني وهنا سالب واحد اس ان ناقص واحد وهنا اثنين اس ان ركز يا استاذ دي حلوه اه طب بس هنا لما عد الاعداد دي عد من واحد اثنين وثلاثه واربعه لو عد واحد هيبقى ناقص واحد ناقص واحد طب ماشي ناقص واحد ناقص واحد يبقى في ناقص ايه؟ ناقص اثنين على مين؟ على اثنين يكون تروح مع مين؟ مع الاثنين طب لما عد زوجين هيبقى واحد ناقص واحد يبقى كام؟ صفر يبقى هنا اقدر اكتب ايه؟ اكتب ان هي ناقص باي على ثمانيه بتساوي سمشن ما تكتبش حاجه فيه بقى وهنا كام؟ وهنا كام؟ هيبقى سالب 2 وهنا تحت كام؟ 2 على 2 كام؟ بس خلي بالك العدد هنا بقى بيعد ايه؟ فرق يتكتب كده؟ اه اهو طب الاثنين هتروح مع الاثنين ماشي والسالب تروح مع السالب ماشي يبقى هنا ضايع على كام؟ على 8 وهنا كام؟ خلي بالك في حته ثانيه هنا باطل اهي واحد على طول طب يبقى هنا كام؟ هنا واحد على طول يبقى هنا كام؟ والتربيع وهنا كام يبقى عندك هنا صنشر من ان عدد فردي وهنا واحد على ان كام عشان السالب واحد على السالب كده هيجي مظبوط؟ اه طب قلت في الواحد زاد شويه وعايز يغير قال لك ايه؟ قال لك بص انا مش عايز اكتبها ايه؟ كده انا عايز العدد يعد من ان بيساوي واحد وانا هكتبها ايه؟ هكتبها 2 ان زائد 1 كل تربية بس خلينا عندنا نوصل هنا كام؟ هنا باي تربيع على 8 حط الان ب 1 يبقى الان ب 0 في الاول هيديك كام؟ 1 حط الان ب 1 هتديك كام؟ 3 حط الان ب 2 هتديك كام؟ 5 تربية حط الان ب 3 هتديك كام؟ 7 تربية ماشي طيب دي صح اه وايه صح كمان ده ايه؟ من ان بتساوي ايه؟ واحد كمان النهايه اهو كاتبها كده من ان ناقص واحد كل ده يعني كل ده صح وده صح وده صح يعني لو واقف هنا كفايه اه اتفزلت اه اتفزلت قوي يبقى ايه؟ ماشي يبقى كده ايه؟ كده بالنسبه لنا نحن نقدر اي داله اقدر نرسمها بالفورير سيريز اذا كانت داله ايه؟ بريودك الفتره بتاعتها منين؟ من ناقص واحد لباي هكتب لك لو الفتره بقت من ناقص ايه ازاي؟
خلي بالك بقى الحاله الثانيه، الحاله الثانيه مش حاجة عليها، بس هقول لك انفو فريكس ده لنا بيريودك، والبيريود بتاعها بيساوي من واي سن الايه؟ بيساوي 2 ال اهو، خلي بالك ومن واي سن الايه؟ اهو. يبقى هنا الحاله بتاعنا اهو الانفو فريكس بتاعتنا ايه؟ التمثيل بتاعها اهو هنا على اثنين زائد صمج، خلي بالك ان ال بتساوي واحد يبقى انا الايه؟ ايه ان قصير ان باي على ان اكس زائد البي ان بتساوي ان قصير ان باي على ان اكس. طب ركز بقى معايا، الام بكام؟ واحد على ان، ده كان موضوع اسئله البي اهي اف اوف اكس دي اكس. طيب ان بتساوي واحد على ان، ده كان موضوع اسئله البي اف اوف اكس قصير ان باي على ان اكس دي اكس اهي، و اتش بي ان بتساوي واحد على ان، تكمل ناقص ان ال اف اوف اكس ساين ان باي على ان اكس دي اكس اهي. ركز يا بيه. طب انت تقول لي دي حاجه عامه ما تفهمناش ليه من الاول؟ لا انا حابب ان انت تفهم. خلاص؟ طيب يبقى هنا ايه؟ يبقى انا احب ان انت الحل الاول هنا حل عام وبعد كده حل خاصه وبعد كده ايه يا عم؟ طب افرض انا حطيت هنا ده كان ان واي زي الحل الاولاني كوزاني اكس ساين اكس، حطيت الام الثلاثة يبقى والله الزرقاء تضيع من ثلاثة هنا هنا ثلاثة، مش فاهم ايه المشكلة بتاعتنا دي؟ طيب الثالثة والأخيرة أهي، ركز معايا الحالة الثالثة. أه الحالة الثالثة أهي، لو كانت الثانية بيرك اف اوف اكس والبيرك بتاعها بيساوي 2 من صفر ليه؟ أهي من صفر ليه؟ أهي أو من صفر ليه؟ من صفر ليه؟ أهي. طيب هتبقى اف اوف اكس زي ما هي انود على 2 زائد سمشن من ان بتساوي 1 كمان انا معايا ان كوساين ان باي على ان اكس زائد في ان ساين ان باي على ان اكس. طب ما انت ايه اللي غير؟ ايوه صغيره انود بتساوي 1 على ان بس تكامل من صفر ل 2 اف اوف اكس دي اكس اهي، والبي ان والاي ان اهي 1 على ان تكامل من صفر ل 2 اف اوف اكس كوساين ان واي على ان اكس دي. طيب البي ان بتساوي 1 على ان تكامل من صفر ل 2 اف اوف اكس ساين ان واي على ان اكس دي. سهل لو واحد عملنا كده بكده الموضوعين فين؟ فين الحاله الاولى؟ الحاله الثانيه؟ الحاله الثالثه لو الفتره بتاعتي من صفر ل 2 ايه؟ ايه؟ طيب لو انا قلت لك مثال صغير اف اوف اكس بتساوي اكس على الفترة من صفر ل 2 ايه؟ الاثنين بس. ممكن اجيب ولا اقول لك هات لي الفرنسيال اهي، تيجي تقول لي طب انهي حالة تانية؟ دي ولا الحالة اللي فاتت ولا الحالة التالتة؟ لا الحالة التالتة اللي هي دي. الاثنين هنا في عدد ايه؟ الاثنين يبقى ليه كام؟ واحد. يبقى هنا ليه؟ دي الحالة الثالثة. فلازم نركز فيها. احنا عندنا ثلاث حالات. ثلاث حالات ممكن أي إنسان دلوقتي معايا دي حالة اف اوف اكس. أقدر لو بدي ده اللي أقدر إيه؟ أقدر أجيب الفريق إيه؟ فور سيكس. أشوفكم المرة الجاية.